مرات الحياة صعبة، لكن الأصعب إن إحنا نمر منها بسلام، وده هيحصل لو كنا مؤمنين بالقدر. والأجمل إن إحنا نلاقي عكاز نسند عليه، وده اللي عملته حياة كريمة مع محمد عبد الهادي. كانت بمثابة العكاز اللي سند عليه، خلت المحنة بتاعته منحة وقدمت له هدية علشان يقدر يكمل بيها الحياة ويبدأ بيها حياة جديدة. إحنا النهاردة في قرية أبو جلال بمركز شربين، معانا الأستاذ محمد عبد الهادي. قصة ملهمة، هيكلمنا عن القصة دي ويحكي لنا ويقول لنا حياة كريمة عملت معاه إيه. أهلا بيك يا أستاذ محمد. أهلا بيك يا أستاذ. أنت عرفت إزاي حياة كريمة؟ أو هم عرفوا إزاي بحياتك؟ أنا ما عرفتش. أنا من أخوي حسام محمد سعد ابن عم كلمه وعوض، قالوا له قالوا له باين يا حسام محمد ابن خالك معاه فتح كرتين كرتات صغيرين كده للمكتب. بعد كده قام كلم مين؟ حسام. فحسام بقى قام كلمني يومين، قال لي في جماعه جايين لك بتاع حي كريم. تمام. المهم بقى ربنا يصلح لهم يا رب، خلهم ما اعرفش مش خالص من غيرهم. ربنا يصلح الناس دي كلها. الحمد لله. الحمد لله. والحمد لله في حاجات عندي ما بقاش تمشي هنا، بقيت ابدلها واجيبها مكانها هنا. فتحوا لك بقى المشروع ده؟ فتح المشروع ده بقى. وبصرف بقى منه بقى. طيب يعني هل نفسيا انت ارتحت بعد ما حياه كريمه جت وفتحت لك المشروع؟ الحاله النفسيه بتاعتك، الحمد لله، معنوياتك، الموضوع اختلف؟ لا الحمد لله. بقت ماشي حلو وماشي مع جنب الناس. خلي حياه كريمه دي ما كنتش اعرفهم شو خالص. ربنا يصلح لهم يا رب، ما يجيبش حاجه وحشه يا رب. احنا مبسوطين النهارده ان احنا معاك وقصه ملهمه يعني زي اللي حصلت لك، وان انت ما يأستش ورجعت تاني ووقفت. وشكرا ليك، ونورت معانا في حياه جديده.